وحول هذا الموضوع قال سعادة السيد علي العرادي عضو مجلس الشورى خلال اتصال هاتفي سابق أن التعاون بين السلطتين نقطة ارتكاز العمل الوطني وجسرا مهم للوصول للغايات والأهداف المنشودة. أن التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية هو بالفعل نقطة ارتكاز للعمل الوطني وجسر مهم للوصول إلى الغايات والأهداف الوطنية المنشودة. ونتذكر دائما وقبل يعني في عجالة الرد على سؤالك نتذكر دائما بأن صاحب الجلالة عندما يلتقي ممثل السلطة التشريعية دائما يعني ما يركز جلالته على أمر أن التوافق والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية هو أمر أساسي لمواصلة البناء على ما تحقق من مكتسبات. الميزانية ترتكز وهي أحد أهم وسائل التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بالإضافة إلى الوسائل الأخرى منها برنامج عمل الحكومة. دائما الميزانية ترتكز على بداية تحقيق الأفضل للوطن والمواطن، بمعنى أن الميزانية العامة عندما تضعها الحكومة تقوم على مبادئ، هذه المبادئ بداية تحافظ على الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي الإيجابي، وتهدف طبعا إلى خلق فرص واعدة للمواطنين وغيرها من المبادئ.